نحن بالاتحاد السوري شركات التأمين، وبالسورية عندنا 13 شركة تأمين تعمل في سوريا. عندنا نمو موجود حاليا بالاقساط رغم الازمه اللي نحن موجودين فيها بسوريا. عم نشتغل وموجودين على الارض وعم ننتج وعم نعمل برامج جديده من حياه، من لايف، من تامين صحي لتامين شيء ضد الشغب وضد الارهاب موجود حاليا بالشركات السوريه. هل بتجدوا طلب على وثائق التأمين على هذه المنتجات؟ بمعنى أنه هل بتحقق عندكم الشركات معدل نمو وربحية خاصة مع النتائج الأخيرة لها؟ بهالظروف هاي الصعبة موجودة عنا إن شاء الله بتنتهي قريبا وعلى خير، فنحن موجود عنا ربحية ولكن مو مثل الأيام مثل السنين السابقة، ربحية قليلة، ولكن المنتجات الجديدة اللي عم نعمل فيها وعم تطلع جديدة فهي عم تدخل ربح جديد بسوق في هالأزمة هلأ الحالية الموجودة فيه. طب مقارنة مع وضع شركات التأمين العربية ليست الخليجية ولكن أيضا التي تمر أو مرت بأزمات مشابهة تقريبا لما مرت به سوريا، هل تجدون نفسكم الأكثر صمودا في وجه هذه التحديات أم الأكثر تعرضا ربما للأزمات؟ بأكد لك نحن الأكثر صمودا، الأكثر صمودا بالمنطقة اللي صارت فيها هالأزمات الموجودة. نحن موجودين وعم نشتغل وفي تحقيق أرباح حقيقية موجودة بظل هالظروف كلها هي.